ويعتشته باش. قد مر أسبوع على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ولم يستطع هذا الكيان أن يحقق إنجازا سوى قتل الأطفال والنساء والمدنيين. أريد أن أعرف بأنه لماذا الكيان الصهيوني لم يستطع أن يحقق هذه الإنجازات. السؤال الثاني، أنه كانت هناك أنباء حول تحضير أو تقديم مشروع قرار من قبل روسيا للأمم المتحدة، أردت أن أعرف ما هو رأيكم بشأن مشروع القرار هذه، وبرأيكم مشروع القرار الذي يجب أن يمنح لمجلس الأمن، ما هي السمات التي يجب أن يتمتع بها؟ أولا امروز جنگ علیه غزه فراتر از جنگ اسرائیل علیه غیر نظامیان غزه است، چرا که علنا آمریکا با ارسال سلاح، امکانات و حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی وارد این جنگ علیه غیر نظامیان شده. اليوم طبعا ان هذه الحرب ضد غزة هي ابعد من الحرب بين اسرائيل وضد المدنيين في غزة، لانه امريكا وبشكل علني اعلنت عن ارسال السلاح وتقديم الامكانيات والطاقات الخاصة بها وتقديم الدعم الشامل للكيان الصهيوني، وحقيقة بهذا الامر قد انخرطت في هذه الحرب ضد المدنيين في غزة. اما اینکه چرا رژیم اسرائیل هیچ دستاوردی در روزهای گذشته نداشته؟ اما بخصوص هذا السؤال بانه لماذا الكيان الصهيوني لم يحقق اي انجاز في هذه الحرب؟ دلیل اولش این است که به معنای واقعی و جوهری نتانیاهو و دولت جعلی اسرائیل بامداد صبح شنبه سقوط کرد. السبب الأول لذلك يعود إلى أنه بكل معنى الكلمة فإن نتنياهو والحكومة المزيفة للكيان الصهيوني فصباح يوم السبت فأسقطت هذه الحكومة. برای اینکه این افتضاح بزرگ رو پوشش بدند و فرافکنی بکنند، نتانیاهو با هیاهو با دست و پا زدن در دریای در حال غرق شدن و با کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان صحنه سازی خودش رو ارائه میده. وطبعا لكي يغطي نتنياهو على هذه الفضيحة الكبرى فعبر إثارته للضجة وعبر محاولاته اليائسة فيقوم بقتل الأطفال والنساء والمدنيين ويقوم بإثارة الأجواء والمشاهد لذلك. من در تماس تلفوني با دبير كل سازمان ملل آقای آنتونيو گوترش در گفته های ایشان شاهد بودم که تلاش می کند آقای گوترش که مسئولانه به توقف جنایات جنگی و رفع محاصره انسانی و تأمین حقوق فلسطین توجه بشه و خواسته های فلسطینی ها به شکل منصفانه و عادلانه تأمین بشه. طبعا أنا وخلال الاتصال الهاتفي الذي أجريت مع السيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فقد لاحظت بأنه يبذل قصارى جهوده وبشكل مسؤول من أجل وقف جرائم الحرب للكيان الصهيوني ورفع الحصار الإنساني ضد أهالي غزة وتأمين وتوفير حقوق الفلسطينيين، وأيضا يريد أن يحقق مطالب الفلسطينيين طبعا بشكل عادل ومنصف. اگر این نیات خوب آقای دبیرکل گوترش بخواد تبدیل به قطعنامه بشود، اگر بخواد تبدیل به قطعنامه بشود، طبعا بایستی این قطعنامه حقوق ملت فلسطین رو در بر بگیره، از جمله توقف فوری جنایات جنگی علیه غیر نظامیان
رفع محاصره و فراهم کردن امکان برقراری آب، برق و ارسال دارو و غذا به غزه بایستی به صراحت در قطعنامه بیاد و فراتر از اون تأمین حقوق حقه ملت فلسطین که همه ما از اون آگاهی داریم. وطبعا إذا هذه التصريحات لغوتيريش تريد أن تتحول إلى قرار في مجلس الأمن والأمم المتحدة فبالتأكيد يجب أن تراعي حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الوقف الفوري والعاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين ورفع الحصار عن غزة وتوفير الماء والكهرباء وإيصال الأدوية والطعام إلى غزة، فكل ذلك يجب أن يأتي في هذا القرار الأممي، وأبعد من ذلك فيجب تحقيق أو يجب إحقاق حقوق المحقة للشعب الفلسطيني، وجميعا نعرف ما هي هذه الحقوق. برافيان مايلم تأكيد بكونم ك هر گونه گسترش جنگ در منطقه مسئولیتش متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان اون خواهد بود. و في الختام أود أن أؤكد بأنه أي نوع من اتساع لرقعة الحرب في المنطقة فإن إسرائيل وداعميه هم يتحملون مسؤولية ذلك.